الدولة الاجتماعية جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه العرش وهو يشتغل وينادي بالدولة الاجتماعية. حكومات متتالية كل واحد كيدير واحد العنوان شعار، كنحصر في حدود الشعار. اليوم هذا الشيء أنا قلت قبيلة يعني اختزلت العمل كله، قلت عنوان المرحلة هي الدولة الاجتماعية والتحول الاجتماعي. السيد رئيس الحكومة سي عزيزة خنوش بأسلوب الاشتغال أنه حدد الأولويات، حدد طريقة الاشتغال، حدد كيفاش ينفذ هذه المشاريع ديال الدولة الاجتماعية. الدولة الاجتماعية بدأت نبدأ بالحقوق والحريات اللي كانت منذ أول خطاب جلالة الملك في أجدير ديال الأمازيغية، ولكن فوقاش وقع التفعيل ديال الأمازيغية؟ راه يلاه في هذا العهد الحكومة واللي تخصصت له اعتمادات مالية. جلالة الملك الإنصاف والمصالحة والحريات والديمقراطية إلى غير ذلك، مشات حتى الدستور 2011 اللي كرساتها. يعني لو بغيت بلغة بسيطة أنه جمعنا ما بين الجوانب الحقوقية والحريات والاعتراف بالمواطن كمواطن ليس كبضاعة وليس كشيء وليس كمستهلك، كمواطن ذو الحقوق الكاملة. كنخصو الحقوق الاقتصادية اللي ما توفراتلوش، اللي هي كتمثل في الصحة والتعليم والتشغيل اللي حددها السيد رئيس الحكومة كأولويات ديال هذه المرحلة. الورش ديال الصحة يتكلموا فيها هما اللي كيعرفوا اكثر مني انايا لانهم باشروا، لكن مع الدخول 22 مرسوم كان غير شعار، 24 مرسوم، 27 مرسوم كان غير شعار. الناس كانت كتتكلم وكيعتقدوا راه شي حاجه غادي تصاوب بوحدها، ماشي ديال الفكر ديال المهندس. المهندس هو كيدير الهندسه الماليه، فوقاش غادي يصوب المرسوم، فوقاش غادي يوقعوا، فوقاش غادي يخرج الحيز التنفيذ، من سيصاروا على تنفيذه، كتوقع العمليه ديال التقييم، ثم الاصلاح، وحنا ماشيين. اذا هذه كانت البدايه في الصحه، الامكانيات اللي تعطات وزاره الصحه، هذه الحقوق يعني الاقتصاديه، التعليم. السي شاكيب الموسى غيتكلم احسن مني، لكن قبيله قلت له السي شاكيب انا فرحان لمؤشرين. المؤشر الاول ان نسبه البكالوريا ارتفع مقارنة مع السنة الماضية بثماني نقاط، معدل نجاح تماما، معدل نجاح، وهذا مؤشر أنه النتائج بدأت كتعطي. المؤشر الثاني كيشوفوه الناس السلبيين، أنا قريته من الجانب الإيجابي، هناك طلبات من عند المواطنات والمواطنين للرفع من عدد المدرسة تجربة مدارس الرياضة. الرياضة فبمعنى أن الأسر فهمت الدور ديال مدرسة الرياضة اللي واحد الوقت كان واحد تخوف منها، اليوم فهموها. إذا النتائج مؤشرات بدات كتبان.